Cardiac Marker أو محددات وظيفة القلب Cardiac Markers are biomarkers أي إنها محددات بيولوجية تستخدم للتقييم حالة أو وظيفة القلب في بداية اكتشافها كانت تستخدم في التحري عن أو بداية تشخيص بعض أمراض القلب ولكن كان مقصورها بشكل عام على myocardial <applause> انفاكشن أي احتشاء القلب أي موت جزء من خلايا القلب أو جزء من القلب نتيجة عدم وصول حدوث انسداد في الدم فلا يستطيع الدم تغذية هذه الأنسجة وموتها خاصة في القلب فتستبدل ب ألياف الفايبرين عوضا عن الخلايا فيصبح عدي هذا الجزء من القلب عديم الفائدة أو النفع كذلك هنالك حالات أخرى يسته... خاصة بأمراض القلب تستخدم في هذه محددات القلب أو ترتفع فيها محددات القلب إن مصطلح الانزا... إنزيمات كان يطلق على, على ال... هذه المحددات أي كانت تسمى بإنزيمات القلب ولكن آ... آ... هذا المصطلح غير دقيق إذ أنه بعض المحددات مثل تروبونين لا يعتبر إنزيم ولكنه بروتين هذه بعض التحاليل السابقة التي كان يطلق عليها بكاديك ماركرز علما ان هذه التحاليل قد تم تقليصها لان بعض هذه الانزيمات غير خاصة في القلب وقد آه تم ملاحظتها في حالات اخرى ترتفع كذلك التروبونين تيست التروبونين هو البروتين الاكثر دقة والاكثر تحسس والاكثر خصوص بالنسبة آه لأمراض القلب او عند اصابة عضلة القلب. آه وذلك بسبب آه زيادة دقتها مقارنة بالكرياتينين كاينيز وهذا انزيم اخر كذلك خاص بالقلب. يعتبر يتكون التروبونين من ثلاثة آه انواع من البروتينات. تروبونين سي وكارديك تروبونين اي وكارديك تروبونين تي. تروبونين اي هو الاكثر آه نوع من هذه الانواع الثلاثة من التروبونين. خصوصية ودقة عند حدوث ضرر أو جرح في عضلة القلب. وهذه هنا وظيفة التروبونين حيث أنه يساعد في عملية تقلص وانبساط الخلية العضلية وغيرها من هذا القبيل. كرياتين كاينيز هذا النوع الآخر من إنزيمات القلب ويتصل بالسي كي ام بي وهناك ثلاثة أنواع من هذه الإنزيمات سي كي بي بي وسي كي ام بي وسي كي ام ام سي كي بي بي خاص بالدماغ وسي كي ام بي خاص بالقلب وسي كي ام ام كذلك يوجد في الكبد وكذلك يوجد في الك الك الكلي عفوا هو نوع ما أقل دقة آه وغالبا ما كذلك يصاحب بعض العضلات الهيكلية إذ أن عملية الجرح اذا رافقت عملية جرح القلب كذلك جرح في العضلة العضلات الهيكلية فان محتمل هذه الزيادة هي زيادة عضلات هيكلية وليس حدوث مشكلة ما في القلب طبعا كل واحد من هذه التحاليل ولها وقت حتى يرتفع او يصل الى الذروة بالنسبة لتروبين هو 12 ساعة بالنسبة لكياتين كاينينز من 10 الى 24 ساعة طبعا وظيفة الكرياتين كانيز يوجد في عضلة القلب ويوجد داخل الخلية ويقوم بعملية تحرير الطاقة من خلال الفوسفيت ومن ثم ذهاب للميتوكوندريا التحليل الأخير هو لاكتيد ديهايدروجينيز هو ليس دقيق كما في أو كما بالنسبة للتروبونين تروبونين عفوا نسبة ارتفاعه 72 ساعة وهو مدة طويلة جدا يقوم اللاكتايت ديهادو بتحويل بالتحويل البايروفيت الى اللاكتيت وهو موجود في القلب ولكن كذلك صور اخرى موجودة في الدم كذلك في بعض الخلايا طبعا النوع الاول اذا كانت نسبة الال دي اتش واحد الى ال دي اتش اثنين الواحد اعلى من اثنين عندما يتم عمل مقارنة فإن هذا يعزى إلى أن ارتفاع هذه الـ LDH ونتيجة نزف أو تحطم بعض أنسجة الجسم أما عكس ذلك فيعني في مشكلة في القلب كذلك في بعض الأحيان يعني بعض السرطانات تسبب هذا الشيء أو التهاب بعض السحاية أو الدماغ كذلك بعض الأمراض المناعية مثل الـ HIV ويجعل الحالة طبيعية بعد عشرة إلى أربعة عشر يوم اما بالنسبه للكرياتين كينيز فمن 2 الى 3 ايام يرجع حد طبيعي وبالنسبه لل تروبونين بعد سبعة ايام يبدا بالنزول اسبوتي ترانس امينيز هذا تم الغاءه من كارديك ماركرز او وظائف القلب بسبب انه ليس خاص بالعضلة القلب او مشاكل في القلب ولكن كذلك يوجد فيه بصورة كبيرة في الكبد. مايكلوبين هو أقل خصوصية في بالنسبة لل تخصص عفوا في حالة إصابة عضلة احتشاء القلب أو مايكاد انفاكشن. وهو عادة ما يكون أقل استخداما مقارنة في هذه ال cardiac أو المحددات البيولوجية خاصة بالقلب. مايكلوبين هو كما بالنسبه للهيموغلوبين يقوم بحمل الاكسجين ولكن داخل عضله القلب اي انه يغذي عضلات القلب بالاكسجين ولكنه آه يدفع طبعا هو بنسبه كبيره عند حدوث آه تمزق او آه تلف في نسيج عضله القلب ولكنه ليس خاص في القلب اي انه عندما يكون هناك آه مشكله في القلب عدل آه عضلة القلب فإنه لا يرتفع ولكن يكون يرتفع بصورة كبيرة جدا آه وهو يرتفع بمدة مبكرة مقارنة بالتروبونين أي أنه أسرع من التروبونين في الارتفاع والنزول كان يستخدم في حالة البروفيوجين آه بعد ثرومبولايسيس أي أنه بعد حدوث آه خثرة تسد بعض الشرايين المغذية للقلب ومن ثم تحل هذه الخثرة ورجوع الدم فإن هذا النسيج الذي قد مات تخرج محتوياته مع الدم وهذا ما يسمى بمصطلح البرفيوجن <applause> بالنسبة لأسكيميا ديفاي البومين هنالك نوع من البومين بالنسبة لهذا النوع أو الأسكيميا هذا النوع من البومين إنه عند حدوث فشل في عضلة القلب فإن الألبومين موجود هنالك سيتغير في جزء الان بالنسبة لتركيب البومين وان هذا التغير يمنع ارتباط ما يسمى بالكوبالت او اي او ما يسمى بالاي سي بي مع البومين وهذه حالة خاصة فقط في, الـ في القلب او في التحليل الاخر هو ما يسمى بالبي نترايتك بيبتايد او بي ان بي او بروب بين بيبتيد هذا الإنزيم <سؤال> أو كذلك ما يسمى هرمون يزداد عند حدوث فشل في القلب وهو قد تم اعتماده في حال حدوث فشل في القلب أو احتقان في عضلة القلب أو في القلب كذلك. أما التحليل الآخر فهو كلايكوجين فوسفو ريليز آيزو إنزيم. هذا الانزيم موجود في القلب وفي الدماغ ولكن بسبب وجود ما يسمى بلاد برين بارير وهذا هو حاجز موجود بين النسيج الدماغ والاوعيه الدمويه يمنع خروج هذا الانزيم الى الخارج الدم عند حدوث مشكله في الدماغ في ما يجعله هذا الانزيم عند حدوثه بالدم خاص فقط في القلب ويكثر في او خلال حدوث اسكيميا او عدم وصول الدم او انقطاع الدم إلى القلب ما يؤدي إلى موت نسيج منه. حيث سيتحول هذا الإنزيم إلى نوع ذائب. آه إي نوع غير ذائب في الماء أو في الدم. ومن ثم يتحول إلى هذا النوع بعد حدوث مشكلة في أو آه تلف في أنسجة. نسيج عدم وصول الدم إليها. يطرح مع الدم. ويمتاز بارتفاعه بنسبة كبيرة عند احتشاء القلب. أو آه او أو ذبحة صدرية. غالبًا ما يتم ارتفاعه بعد ساعة إلى ثلاث ساعات، أي ومن ثم بعد سبع ساعات يصل إلى أعلى تركيز له.